لم أكن أتخيل في حياتي أنني سأتمكن من العودة إلى البلاد. هكذا كان تعليق الموظف الأممي أكام سوفيول أنعم المختطف لدى تنظيم القاعدة في اليمن منذ أكثر من 18 شهراً في إجاز صحفي فار وصوله إلى داكا يوم الأربعاء. فمن هو المسؤول الأممي؟ وكيف ومتى تم اختطافه؟ كان أكام سوفيول أنعم يعمل كمسؤول تنسيق الأمن الميداني لإدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن في عدن عندما تم اختطافه في 11 من فبراير عام 2022، وخدم الموظف الأممي في الجيش البنغلاديشي من عام 1977 إلى عام 2005، وكان يعمل في الأمم المتحدة منذ تقاعده. خطفه تنظيم القاعدة في اليمن مع 4 يمنيين آخرين في محافظة أبيان جنوب البلاد أثناء عودتهم إلى مدينة عدن الساحلية بعد مهمة ميدانية. ونشر التنظيم مقطع فيديو لمسؤول الأمن والسلامة التابع لمكتب الأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، وتضمن الفيديو الذي نشره تنظيم القاعدة في اليمن عبر جناحه الدعائي الملحم تأكيد الموظف الأممي أنه مختطف لدى التنظيم في اليمن، مشيرا إلى أنه تعرض للاختطاف أثناء عودته من عمل كان يقوم به. وطالبت القاعدة حينها بفدية قدرها 3 ملايين دولار، لكن مسؤولي المعهد الوطني للإحصاء قالوا إنهم لم يدفعوا أي أموال لإنقاذه. وتوجه وفد من 5 أعضاء من بنغلاديش إلى اليمن بحثاً عنه عقب الاختطاف إلى أن تم إنقاذه يوم الثلاثاء الماضي، فكيف كانت فترة احتجازه في قبضة القاعدة؟ قال المسؤول الأممي للصحفيين إن الأشهر 18 الماضية كانت مروعة بالنسبة له، إذ كان لديه شعور أن الإرهابيين سيقتلونه في أي لحظة. وأضاف إنه قد مر بأيام لا توصف، حيث كان الخوف من الموت يطارده كل يوم، وكان معصوب العينين طوال الوقت، وأبقاه التنظيم في الجبال والصحراء، وغيروا مكانه 18 مرة، وأبقوه في 10 أماكن. وأشار الموظف الأممي إلى أنه لم يتم إطعامه كما ينبغي عندما نفد المال من الخاطفين. ورداً على سؤال حول سبب استهدافهم له قال: ربما لأننا نعمل مع الأمم المتحدة.